ورجعنا لكم اعزائنا المشاهدين في اخر فقراتنا الحواريه النهارده اللي احنا خطرنا انها تكون يعني مختصه جدا بالقطاع الزراعي وخصوصا القطاع الدجاني. طبعا في الفتره اللي فاتت عرفنا قد ايه ان مصر تحولت الى بؤره لتصدير الاوبئه الداجنه للعالم واصبحنا مصنف يعني في تصنيف متاخر جدا، لكن النهارده في حل دخل عندنا مصر جديد وهو نظام الانظمه المغلقه في تربيه الدواجن، انظمه بتحافظ على البيئه، بتحافظ على المتعاملين مع الدواجن، وكمان بتقدم منتج داجني آمن وصحي. طبعا كل ده هنتعرف معاه عليه مع احد المتخصصين في هذا المجال، استشاري الانظمه المغلقه الباشمهندس معتز السيد. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا فندم. استاذ معتز اهلا بيك منورنا. ولكن في البدايه كلمه انظمه مغلقه تستدعي علامه استفهام كبيره، يعني ايه تمام. انظمه مغلقه يعني بشكل مبسط نقدر نقول الانظمه المغلقه هي نوع من العنابر المغلقه من حيث المباني ومن حيث المعدات، واختلافها عن الأنظمة المفتوحة أو النظام المعتاد القائم في مصر منذ زمن طويل. وطبعا الأنظمة المغلقة هي بتكون أنظمة أكثر إحكاما وبها تحكم عالي جدا في درجات الحرارة ودرجات الرطوبة الخاصة بتربية الدواجن بشكل صحي، مما يؤثر على جودة إنتاج الطيور وتقليل تكاليف الإنتاج بشكل أكبر، وفي إلى حد كبير إذا استخدمت أو كان المانجمنت بتاعها بشكل جيد بتقدر كمان هي تحد من انتقال الامراض والاوبئه والفيروسات زي ما تفضلتم وشرحتم في بدايه الحديث. اكيد. تمام. يعني خليني اعرف، يعني طبعا الانظمه المغلقه دايما مرتبطه بمفهوم اسمه البايو سكيورتي او الامان الحيوي. صحيح. فانا عايز اعرف يعني ايه امان حيوي؟ عايز اعرف ازاي اكد على هذا المفهوم اثناء تربيه الدواجن. الامان الحيوي او البايو سكيورتي هو شيء او عامل من اهم العوامل لنجاح مشروعات الداجنه في جميع انحاء العالم. وطبعا احنا في مصر الى حد كبير في الايام الاخيره بدانا ان احنا نهتم بيها وتدخل مصر ويبدا المربيين من صغار المربيين وكبار المربيين الاهتمام بيها لفائدتها الكبيره وعائدها على الانتاج. البايو سكيورتي هو العامل الاساسي للتقليل من الامراض او نقل العدوى والاصابه من بيوت من المصابه الى العنابر الغير مصابه. البايو سكيورتي بشكل هو يعني مبسط جدا عشان الناس الغير متخصصه تقدر تفهم الموضوع، هو بيحقق مبدا الوقايه خير من العلاج. ازاي نقدر ان احنا نحمي العنبر او البيت الخاص بالتربيه سواء كان بيقوم فيه تربيه دجاج لاحم او بياض او امهات، ازاي احنا نقدر نحميه من التلوث الخارجي او من انتقال الفيروسات او الامراض الخارجية المنتشرة في الجو أو منتشرة في المعدات المستخدمة أو في الأعلاف أو في الأمصال أو حتى عن طريق العمالة اللي بتعمل في بعض الأحيان في بعض المزرعة والقائم فيها أكثر من عنبر أو أكثر من حظيرة داخل العنابر. وطبعا ده بيقوم على استخدام نوع كبير جدا من المطهرات والمنظفات، بتنقسم إلى عدة منظفات أو عدة مراحل، بتبدا من بدايات حدود المشروع او حدود المكان المخصص لتربيه الدواجن، في منها خاص بالامن الحيوي للافراد او العاملين بحد سواء الاداريين او العمال. يعني ممكن تشرح لنا كده ببساطه؟ نعم. يعني انا داخل عندك المزرعه من اول ما هدخل على الباب لحد ما هبتدي اتعامل مع الدواجن، ايه الاجراءات اللي هتتم عشان انا كمتعامل مع الدواجن ما انقلش مرض من بره الى الدواجن اللي عندي جوه وابقى حققت معامل الامن الحيوي؟ بالشكل الاول المفروض القائم على اداره المزرعه او مدير المزرعه انه ما بيسمحش بدخول الافراد الخارجيين او الافراد الغير قائمين بالعمل داخل المزرعه بالدخول الا في الحالات القصوى، وعند دخولهم لسبب زياره ما بيبدا بالاجراءات التاليه. اي شخص جاي من المحيط الخارجي للسور المزرعه او المشروع بيتم الاول ان هو بينزل في حوض من الجير المعالج او الحي المطفي بتلك القدمية في الجير، وده طبعا بيقلل نسبة العوالق أو الشوائب الحاملة الميكروبات أو الفيروسات في القدم. بعد كده بيخش على يعني زي غرف مخصصة لتغيير الملابس أو تبديل الملابس. بيبدأ طبعا الأول إن هو بيخلع كل ملابسه الخارجية وبيتم تبخيرها ومعالجتها بفورمالين مبخر، وبعد كده بيخش على دورة مخصصة للاستحمام الكامل من الرأس للقدمين باستخدام مواد مطهرة عالية الأداء زي الفيركون اسم بكمية أيودين وغيره من المطهرات والوايت فلو،
يبدا ان هو يتحمم بيها بشكل كامل، بحيث ان احنا بناء من وجود اي فيروس او اي بكتيريا عالقه في جسمه او في شعره او في رجله، وبعدين بيبدا يرتدي ملابس مخصصه مجهزه وايضا معالجه بمطهرات ومنظفات، وبيلبس حاجه اسمها الاوفر هيد والاوفر شوز اللي هي يعني زي قطع بلاستيكيه مخصصه ان هو يرتديها في راسه وفي رجله، وبعدين بيبدا يتوجه مع المسؤول المختص لدخول العنبر على المعامله مع او الاحتكاك المباشر مع الدجاج. لان طبعا من اهم مشاكل انتقال المرض ما بين الانسان وبين الدجاج هو الاحتكاك المباشر داخل الحظيره. فبالشكل ده بنكون بالنسبه للافراد بتكون قدرنا ان احنا نعمل حمايه ووقايه على قد ما نقدر، وتطهير للفرد اللي داخل المزرعه اللي قادم من الخارج. وفي بعض الاحيان او في الشركات الكبرى اللي تكون فيها تجهيزات عاليه بدا الان التوجه كمان ان ده مش بس بيكون كافي، بيبدا ان الافراد دي بتنزل في مغطس كامل زي حمام السباحه بيغطس فيها بالكامل الفرد بعد ارتداء الملابس المخصصه لنزول حوض التطهير، وبيسبح الفرد او الزائر في هذا الحوض لمده لا تقل عن دقيقتين، وبيطلع من الناحيه الثانيه يبدا يرتدي ملابس ثانيه اللي هي مخصصه لدخول العنبر، وبرده بيلبس الاوفر هيد والاوفر شوز، وكمان بيلبس البدل الخاصه او الوايت سوت الخاص بزياره المزرعه. ده بالنسبه للافراد. بالنسبه بقى للسيارات او للعربيات النقل اللي هي بنحتاجها في دخول الصيصان في بدايه الدوره، بنحتاج برضه سيارات علف اللي هي بتمد المزرعه بالعلف المطلوبه خلال دوره التربيه كلها، كذلك السيارات الخاصه بنقل الادويه والتحصينات والمنظفات بيكون ليها حوض خاص للسيارات، بيكون ايضا مجهز برشاشات مياه، بتحاوط السياره او بتغسل السياره من جميع الجوانب من اعلاها لاسفلها، وبيتم الغسيل ايضا بمساعده العمال يدويا للوصول للاماكن الغير واضحه او الدقيقه داخل اسفل السياره. وبالنسبه كمان الباي سكيورتي على المواد المستخدمه في خلال الدوره السابقه او اللاحقه دي دايما طبعا لازم كمان بتتعرض لدوره غسيل وتطهير عاليه جدا من داخل المزرعه، بيستخدم فيها جميع الادوات المتخصصه وطبعا متوفره لدى جميع المربين وعندهم درايه بالمواد. لما سمعت كلامك استاذ معتز حسيت ان احنا فعلا لو ماشيين كده ما شاء الله بالمسطره من حتى الامان سواء كان للعاملين او للسيارات اللي بتدخل تتعامل مع المزرعه. نعم. مش هيبقى عندنا امراض يعني نسبه أكيد. الامان فعلا والحفاظ على نسبه الاصابه بالدواجن حتى هذا العام هتبقى محدوده جدا نسبه الاصابه، فده هيخليني اسال حضرتك على فعلا هل نسبه الاصابه السنه دي الحمد لله قليله زادت شويه، ايه هي اهم الامراض اللي اصابت الدواجن هذا العام؟ والله زي ما حضرتك تفضلتي طبعا اكيد لو احنا مشينا على نظام الباي سكيورتي وبدات الناس كلها تهتم بيه هنوصل بينا الحال في يوم من الايام ان احنا هنتقلص يعني شيئا فشيئا من نسب الامراض الموجوده ونسبه الاوبئه الفيروسيه الموجوده الى ان تتلاشى تماما زي ما حصل في معظم الدول اللي صدرت لنا اساسا هذه الامراض، زي مثلا دول شمال اوروبا وغرب اوروبا تخلصت بالكامل واصبحت هذه الدول الان نقيه تماما من جميع الفيروسات وانتقلت لنا، وللاسف يعني تضاعفت وتحور الفيروسات او العترات الفيروسات تحورت بشكل فظيع جدا في السنوات الاخيره. وللاسف الشديد لو على سؤال حضرتك ان السنه دي فعلا هو احنا ما تقللناش في الفيروسات، بالعكس هي السنه دي هي من اكبر واسوأ السنين على مصر في انتشار الامراض الفيروسيه. واكثر الامراض الفيروسيه اللي انتشرت السنه دي هي مرض الاي بي ومرض نيوكاسل. طب ليه يعني ايه اللي حصل واحنا عندنا ما شاء الله هذه الدواعي الامنيه شديده جدا في الامان الحيوي، ايه اللي خلانا نبقى عندنا كارثه كده، وخصوصا احنا 2006 لو تفتكر حتى يا محمد. نعم. كنا ممنوعين خالص من اكل الدواجن وكان في مشكله كبيره وكان في مقاطعه اثناء بالظبط انفلونزا الطيور، ايه اللي خلانا السنه دي ما نحاولش ان احنا نقلل نسبه الاصابه؟ والله يا فندم الفكره ان مفهوم الباي سكيورتي حتى الان زي ما حضرتك هو في بدايات تعميمه. آه. على جميع المربيين ستيل الباي سكيورتي لا يعني لا يتوفر شروطه الفنيه وشروطه التنفيذيه الا في الشركات الكبرى، يعني طبعا ما اقدرش اقول اسامي الشركات عشان ما يكونش اعلان، لكن هي كبرى شركات صناعه الدواجن في مصر هي اللي بتقدر حاليا ان هي تقوم بالباي سكيورتي وعندها العماله او الموارد البشريه المؤهله والمدربه على هذا النظام وعندها ايضا الامكانيات لتنفيذه. يظل القطاع الاكبر من المنتجين في مصر هي هم صغار المربيين وفئات المربيين المتوسطه.
يعني النوعين دول من المربيين استيل لسه ما عندهمش هذه الثقافه، مطلوب توعيتهم، مطلوب من وزاره الزراعه ان هي تقوم يعني بعمل توعيه شامله زي ما احنا بنعمل دلوقتي، وبنحاول ان احنا نوصل الرساله دي لكل الناس ان البايو سكيورتي هو جزء لا يتجزا من حمايتك انت كمنتج ومن حمايه الصناعه في الكامل. وطبعا صناعه الدواجن هي صناعه مهمه جدا للناتج القومي المصري، وفي نفس الوقت سلعه اللحم الابيض او لحوم الدواجن هي طبعا سلعه استراتيجيه عاليه جدا، وهي سلعه بديله لاسعار اللحوم في ظل ارتفاع اسعار اللحوم. فبالتالي احنا يعني بنحتاج ان احنا النهارده ننميها ونطورها بشكل كبير، بحيث ان احنا نقدر نوصل لعائد يعم على مصر كلها ان شاء الله، وعلى المربين نفسهم. طيب يعني استاذ معتز اسمح لي للمقاطعه، انا عايز بس اتكلم في نقطه مهمه جدا. البايو سكيورتي النهارده حضرتك كلمتني عن مجموعه كبيره جدا من الاجراءات، اعتقد ان المجموعه دي كلها هتكلف فلوس. صحيح. يعني في ناس، يعني اعتذر، في ناس كتير جدا لا يهمها صحه الحيوان ولا صحه الانسان ولا صحه المنتج، يهمها بس انها تكسب. صحيح. هل النهارده الفلوس اللي انا هصرفها دي كلها في الانظمه المغلقه، نعم، هل ممكن تعود عليا بعائد مادي بحيث ان انا اكتشف ان انا كل اللي انا صرفته في الاخر ده كان فعلا مجدي، ولا الكلام ده فقط للحفاظ على الصحه؟ اكيد يا فندم، حضرتك النقطه حضرتك يعني اثرتها دلوقتي، هي بترجعنا او بتخلينا نطرح سؤال تاني، ايه هو الفرق اصلا، او ايه هي المميزات والعيوب، او الفرق ما بين النظام المفتوح او النظام المعتاد عليه، وايه الفرق ما بين النظام المغلق. في النظام المفتوح صعب جدا السيطره، زي ما تكلمنا دلوقتي، صعب جدا السيطره على العامل الخارجي اللي هيصيبنا بالامراض، او هيقوم بنقل الفيروس او الامراض الى داخل مزرعه سليمه، من مزرعه مبوء الى مزرعه سليمه. وده لان كل الخطوات اللي احنا قلنا عليها ما حدش بيقوم بيها اصلا، فبالتالي العامل او الفرد او الزائر اللي بيخش المزرعه، من بيخش مزرعه موبوءه بينقل المرض للمزرعه السليمه. كذلك الامر في التهويه المفتوحه اللي ما بتعتمدش على معدات حديثه وفيها كلايمت كنترول كامل، بحيث ان احنا نقدر يعني نقدر ان احنا نتحكم في درجات الحراره سواء بالتدفئه او التبريد، بتكون معتمده على يعني زي شبابيك مفتوحه او فتحات كبيره في جدار في الجدارين الجانبيين للعنبر، وده بالتالي ما فيش فيه كنترولد او ما فيش فيه فلتريشن للامراض او للهواء، والفيروسات الداخله بالظبط بشكل كبير. لكن في الانظمه المغلقه احنا بنتكلف او انت كمستثمر بتدفع فلوس صحيح في خطوات الباي سكيورتي، بتدفع صحيح فلوس ازيد في المعدات الحديثه واستخدام الكمبيوتر واستخدام نظام التدفئه بالهيترات والديزل بدلا عن الغاز الطبيعي. وده السنه دي كمان شفنا كوارث كتير جدا للاسف الشديد، في اشتعالات كتير حصلت في العنابر المفتوحه او النظام الشعبي او النظام الغير تقليدي، ان هو طبعا بيحصل اشتعال لان هم بيستخدموا الغاز الطبيعي انبوبه الغاز، وطبعا ده جانبا الى مشكله توفير انبوبه الغاز بيحصل اشتعالات في الحظيره. اللي انا عايز اقوله ان احنا هنصرف اكتر لكن هيحصل عندنا عائد. لو حضرتك جيت قست تكلفه مثلا التبريد في مكان مفتوح، ما تقدرش تتحكم في كميه الهواء اللي داخل العنبر لان انت ما عندكش تحكم على فتحات او الاير انلت الخاصه بدخول الهواء الى العنبر. فبالتالي الانسان اللي هيظن او هياخد او هيسلك منهج ان انا اوفر في هذه النقطه، ايه اللي هيحصل؟ ان حضرتك بتقول ان انت لا، انا مش هستثمر في ثمن معدات بثمن كبير مره واحده، لكن حضرتك عمال تدفع تكلفه وقود عشان تقدر توصل لدرجه الحراره اللي انت عايزها بشكل كبير جدا. كذلك الامر لما حضرتك بتيجي في دوره الصيف عايزين نعمل تبريد او نعمل كولينج للجو اللي داخل العنبر، في الانظمه المفتوحه محدش بيقدر يسيطر على 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 الحراره العاليه جدا اللي وصلت النهارده لمتوسطها ال 40 في فتره الصيف، فبالتالي بيستخدم كميه ميه كبيره جدا عشان يقوم بالتبريد وما بيوصلش للنتيجه المطلوبه. لو حضرتك حسبت تكلفه فرق الديزل وفرق الاستخدام المياه ومضخات المياه اللازمه للتبريد او الهيترات المستخدمه او كميه الديزل اللي بيستخدمها المزارع في نظام مفتوح ونظام مغلق، هتلاقي طبعا الفرق كبير جدا وبيعوضه بشكل اكبر. لو جينا كمان حسبنا تكاليف المنظفات والمطهرات وخطوات الباي سكيورتي، لو جينا حسبناها هنلاقي تكلفتها في الاخر التوتال ان هي لا بتعمل انكريزنج للربح او بتعمل مضاعفه للربح او بتعلي الربح وتقلل التكاليف بشكل كبير جدا. المعادله طبعا اكيد، والجواب على سؤال حضرتك ان اكيد لو احنا انفقنا او استثمرنا
في الباي سكيورتي واستثمرنا وتوجهنا الى النظام المغلق، ده هيكلفنا صحيح فلوس في بدايه المشروع كراس مال بدائي لبدايه المشروع اكتر، لكن على اللونج ران لا، هيكون عمر البيت اطول، هيكون عمر نجاح المشروع اطول، هيكون العائد على المنتج اعلى، هيكون كمان جوده المنتج المصري، وده اللي يهمنا، وانه يوصل للمنتج بشكل صحي وبشكل جيد للمسالك المصري اللي طبعا لازم يتقدم له خدمه لا تقل عن الخدمات اللي الناس كتير بتاخدها في الدول الخارجيه. صحيح. ده اللي احنا يعني التارجت او الهدف اللي احنا بنتمنى الوصول اليه. انا هسالك سؤال بقى خاص بالمستهلك شويه، عشان فضل. عندنا بعض المعتقدات الغلط اللي بحاول كل ما التقي بمسؤول عن تربيه الدواجن او له علاقه وطيده بالدواجن لازم اساله. فضل. كان جالنا فتره كده كان كتير من الناس معتقدين انه الفراخ البيضاء فيها هرمونات فبتجيب عقم وغيره، القصه دي اتكلمنا فيها. صحيح. وعرفنا انها ملهاش اي اساس من الصحه. صحيح. يقول لك لا، الفراخ البلدي اكثر فايده من الناحيه الغذائيه اكثر من الفراخ البيضاء، برضه اتكلمنا. بس انا عايزه اعرف من حضرتك النقطه دي واتكلم عليها تاني عشان سوق الفراخ البيضاء ما يقفش، ما يبقاش في بس اقبال على الفراخ البلدي، خصوصا ان هي بتبقى سعرها اعلى شويه. تمام. الانثى والكبده، يعني الكبد والقوانص دي في ناس بتقول انه لا دي بتبقى محمله بالامراض الخاصه بالدجاجه او الفرخه لما بتبقى بتتذبح، ولكن لو كان في مرض معين لا قدر الله. صحيح. بتبقى متركزه في القوانص والكبد، ده صح ولا غلط؟ وهل فعلا العتر الجديده من الامراض اللي حضرتك اتكلمت عليها. نعم. هذا العام ممكن تنتقل للانسان ولا لا؟ يعني ناس يقول لك لا مع الطهي بيروح الفيروس. صحيح. فيا ريت توضح لنا الامر. تمام. احب اوضح لك بس فرق بسيط الاول ما بين نقطه الفراخ البلدي او الحمراء والبيضه. بالنسبه للفراخ الحمراء او البيضه ده فرق جيني زي بالظبط في زي بالظبط الفرق فينا كبني ادمين او في الناس الطبيعيين. لون البشره عند واحد بيكون اسمر، لون البشره عند واحد بيكون ابيض، فده فرق جيني لكن ما بيفرقش كتير جدا يعني، او ما فيش فرق جوهري في نسبه البروتين او نسبه المعادن والفيتامينز والالياف اللي موجوده داخل الفرخه. عايز اقول لحضرتك ان الفراخ البيضاء هي فراخ معدله وراثيا من كبرى شركات صناعه الدواجن في العالم، و90% منها هي براندات امريكيه. التعديل الوراثي في هذه الفراخ او في هذه الدواجن من دوره ان عمليه النمو عند السوس او الفرخ الصغير يقدر انه يوصل لحجم اكبر في فتره اقل. ده طبعا يعني مش واخده هرمونات ولا بتجيب عقم ولا كده. بالظبط يا فندم، هي الفكره انا عايز اوضحها، او الناس السؤال دايما الدارج، الناس بتقول طب ازاي الفرخه المتربيه في المزرعه سواء البيضه او الحمراء، علشان الاثنين سواء، خلينا نتفق ان الفرخه البيضه والفرخه الحمراء بيتربوا في نفس المزرعه بنفس الشغل بنفس كل حاجه، والاثنين بيطلعوا في الوقت القصير اللي هو من 35 ل 40 يوم. طبعا ده يخالف النمو الطبيعي اللي فربنا جبل او فطر الدواجن عليه، يعني الفرخه سن بلوغها الطبيعي هو 6 شهور. الفراخ في النظام المزارع المغلقه او في النظام حتى المفتوح ولكن المعدله وراثيا اللي هي يعني الدارج بتاعها بنسميها الفراخ البيضاء في مصر، بتقدر ان هي توصل لنفس الحجم في عمر لا يتعدى 40 يوم. طب ما احنا بس عشان نوضح، عشان بتاع الفراخ دايما الستات البيوت تقول لك لا اصل دي فرخه مثلا شامورت تقريبا، صح كده؟ فبتبقى حجمها صغير بلدي. تمام. وطعمها حتى بيبقى غير شويه. تمام. وكمان بتاخد وقت في السوى. تمام. حضرتك بتقولي الفرخه البيضاء هي زي البلدي بس الفرق في اللون. تمام. لكن الطعم لما بيبقى مختلف وكمان الحجم ليه بيحصل كده وكمان بتبقى اغلى؟ تمام. الفراخ الحمراء يا فندم او الفراخ البلدي ايوه بتبقى اغلى من الفراخ البيضاء، لان الفرخه الحمراء بتاخد مده تربيه اكتر او اكبر او اطول من الفراخ البيضاء. يعني الفرخه البيضاء نقدر نقول ان هي بتوصل لمتوسط 2 كيلو و200 لمتوسط وزن، يعني بتوصل يعني في اوزان توصل ل 2.5 و2600 وساعات 3 كيلو وما بتقلش عن 2 كيلو، لكن الافريج نقدر نقول ان هو من 2 كيلو و200 في خلال من 30 يوم ل 35 يوم في النظام المغلق. تمام. الفراخ الحمراء جينيا توصل لنفس الوزن ده بس على فتره لا تقل عن 50 يوم. فبالتالي فرق ال 15 يوم في التربيه ده طبعا في تكلفه. لو اتكلمنا بس عن بند واحد وهو ليكن العلف اللي هو بيمثل 60% من تكلفه سعر البيع، فهنلاقي ان لازم سعر الفراخ الحمراء تكون او البلدي تكون ازيد من الفراخ البيضاء بسبب طول الفتره. لكن ستيل الاثنين البيضه والحمراء اللي بتنتج او بتتربى في مزارع نفس القيمه الغذائيه. هي نفس القيمه الغذائيه. نرجع بقى تاني لنفس القيمه الغذائيه ازاي؟
ده طبعا بيرجع لجودة العليقة أو جودة الأعلاف اللي بيقدمها المزارع أو المربي للدجاج. صحيح. نسبة البروتين طبعا في الـ في الـ في الـ في الأعلاف هي من أكبر الـ طيب. يعني احنا هنفرق أكيد أستاذ معتز مساحة لده، لكن احنا يعني الوقت يداهمنا وهنضطر إن احنا طبعا نشكر حضرتك الأستاذ معتز السيد أمين استشاري الأنظمة المغلقة على هذا اللقاء، وإن شاء الله على وعد إن احنا نفرد مساحة أكبر لهذا الموضوع. وطبعا إسراء دايما متألقة كالعادة، شكرا لحضورك وشكرا لوجودك. شكرا لك يا فندم. شكرا لكم مشاهدينا ونورتنا يا استاذ معتز، شكرا ليك. شكرا طبعا يا محمد، دايما تبقى حلقه ممتعه بالنسبه لمشاهدينا يوم الثلاث عشان انت موجود فيها. شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا كلوا فراخ على قد ما تقدروا، الموضوع جميل مفيش اي مشكله، ودايما بلدنا بخير، عمرنا ابدا ما هناكل حاجه وحشه من خير بلدنا. ان شاء الله بكره لقاء جديد مع فريق عمل جديد، وانا اشوف حضراتكم يوم الخميس الجاي. تحيات فريق العمل والى اللقاء.